فقرتنا اليوم رح نحكي فيها عن بعض التشوهات اللي ممكن يولد فيها الأطفال وخصوصا في القدم، وأغلب هذه الاختلالات والتشوهات تختفي من تلقاء نفسها، لكن هناك حالات تتفاقم مع الوقت وتصبح تشوه يعاني منه المريض عند الكبر. شو هي أبرز أنواع تشوهات الأقدام عند الأطفال، ومتى لابد من المتابعة عن هاي الحالات وغيرها من الحالات عند الطبيب، وشو المعالجة وغيرها من التفاصيل اللي رح يطلعنا عليها ضيفنا بالاستوديو الدكتور جهاد الحاج إبراهيم، وهو رئيس الجمعية السورية للجراحة العظمية واختصاصي في الجراحة العظمية. صباح الخير دكتور. أهلا صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير دكتور، ورمضان كريم. خلينا بالبداية نحكي عن أبرز التشوهات القدم عند الأطفال والفرق بين التشوهات الخلقية والتشوهات يمكن اللي بتكون هي أخطاء شائعة يمكن مكتسبة من خلال الولادة أو ببعض الأخطاء من عند الأهل ممكن تكون. الحقيقة التشوهات عند الأطفال إما بتكون هي مرض أو بتكون هي عرض لمرض آخر. ممكن الطفل يخلق بتشوهات ولادية، من أهم التشوهات الولادية هي الأقدام القفزاء الروحاء أو عكس القدم الفحجاء. هذول أهم التشوهين بخلقوا عند الأطفال. الحقيقة هذا يولد معه للطفل داخل، يعني مو سبب وضعية الطفل يعني بالقدم القفزاء الروحاء مو بسبب منه وضعيته بالرحم عند أمه، لا، هنا موجود هذا المرض وجد معه. ممكن يكون أحادي أو ممكن يكون ثنائي الطرف. هذا من اكثر التشوهات اللي بتجي معنا نحن، بتجي ولاديه. القدم الفحجاء بتجي، ممكن تكون قدم قعباء كمان، لا هي العطف للخلف للقدم. هالعطف هذا ممكن هذا كمان يصلح ببساطه. هلا قدم قفداء الروحاء الحقيقه تحتاج الى علاج. فينا نشرح بس المسميات مشان اسمها قدم قفداء روحاء، تقريب مقدمة القدم والانقلاب للقدم للأمام، هي اسمها قدم قفداء روحاء. حياة هي ممكن تترافق مع خلع ورك ولادي، لذلك الأطفال عندهم قدم قفداء روحاء وخاصة المزدوجة يجب أن نبحث على تشوه آخر بيرافقه هو خلع ورك ولادي. هلأ كل الأطفال المفروض نحن وقت يولدوا المفروض نعملهم تشيك أب، فحص، يكون في طبيب عم يفحص الأطفال عند الولادة، بيقيم الطفل بشوف الأطفال هدول مثل بيخلقوا المفروض يبلش العلاج من أول يوم بيخلق الطفل، لازم نبلش فيه العلاج ونتائجه جيدة. الأقدام القفزاء الروحاء حتى لو كانت شديدة نتائجها جيدة، ممكن تتعالج بالجبس بدون ما يتعرضوا لجراحة. نعم، هل بس المشكلة إنه نحن بدها طولة بال، بدها صبر، وبدها مسابرة عند الطبيب. ما بدها ملل من الأهل إنه نحن بدنا نضل رايحين جايين عند دكتور. ممكن أول فترة بصير بدنا كل أسبوع نروح لعند الطبيب، بعد منها فترة أسبوعين، بعد منها نحن منتهى العلاج. فترة العلاج الأقدام القفزاء أو التشوهات بدها تضل اللي عم تخلق فيها الطفل، بده يضل حتى يمشي الطفل يصير بالمدرسة. نتابعه بهذا الموضوع بأجهزة وبأحذية خاصة لهالشيء هذا. هلا هذا شيء اسمه خلق الطفل فيه. في بعض التشوهات اللي بيخلق فيها الطفل هي حقيقه نتيجه عرض لمرض اخر، وما بتظهر التشوهات اللي يبلش الطفل يمشي. مثلا دوران الداخلي للقدم، تقريب مقدم القدم، مثلا القدم المسطحه بسموها رجل بطشه، مثلا الطفل بصير يمشي على رؤوس اصابيعه، مثلا الاطفال بصير يمشوا بعرج. هلا نحن هدول الاطفال واحنا بنشوف ان هدول بلش نقل ضوء عليه وقت بلش يمشي الطفل بيعطي الاعراض هي. هلا هون موضوع الطبيب، نحن الاهل غالبا عم يروحوا لعند الاحذيه بفصلوا حذاء على عيني. صحيح. الحذاء بفصل، بس اللي بده يشخص هو الطبيب انه انا هذا هالمريض هذا هل بيتحسن على الحذاء ام لا. فلذلك ممكن يكون هذا مرض بحد ذاته او بيكون مرض لعرض اخر، قدم مسطحه مثلا ممكن يكون سببها هو فحش بالركبتين، انه الركبتين خارجين للخلف فبيكون معوضه السير للمريض بصير يمشي بقدم مسطحه. ممكن يكون عندي انا انقلاب براس الفخذ بيسبب لي هالشيء هذا، دوران الداخلي للقدمين، دوران داخلي ممكن يكون انا اضطراب بالعضلات ما بين العضلات اللي عم تشد الداخل عضلات خارج، ممكن يكون تشوه بالركبه او حتى بعنق الفخذ. فهذا اللي بيقيمه الطبيب وكله له علاج. هلا حضرتك في بدايه البرنامج حكيتي انه نحن ممكن كثير من التشوهات تصلح لحالها، مزبوط
هذا كلام دقيق جدا. كثير من الحالات عند الأطفال ممكن يصلح، يجب علينا عدم التدخل. وفي منا بيصير تشوه خلقي أو خليني أقول تشوه دائم. تمام. هلأ نحن هذا الحكي اللي بيقرر الطبيب حقيقة. الطبيب هو بيشوف الطفل بيفحصه بيقيمه، وده يكون طبيب عنده خبرة، يعني يكون عنده الطبيب خبرة بهذا الموضوع سنوات. يعني ما نحن والله مع احترامي الشديد طبيب بقاري بيعرف هذا الموضوع، بياخد خبرة. بده يكون طبيب عنده خبرة نظرة عشرات السنين، بيعرف انه هذا الطفل بده يعمل 1 2 3 4 5. بعض الاحيان بيكون في اجريسيف الطبيب على العمليات، طول بالنا الطفل بيصلح كثير بيصلح. الاقدام المسطحه عند الاطفال نحن بنعمل له بعض التمارين للاطفال، بنخلي الطفل مثلا يمشي على رؤوس اصابعه حتى يقوي العضلات، بنحاول انه الطفل يحط تحت منه رجله طابه يخليه يمسدها تحت منه، بنخلي الطفل يركض يلعب. هاي الامور كثير بتساعد. هلا القوس الانسيه للحذاء الطبي حقيقه هو عباره عن متمم وليس الاساسي، ولا يمكن انا اذا نصلح انا هو بيصلح لي، ما بيصلح الاساسي، بدي اشوف السبب. هلا التشوهات الثانيه بالاقدام مثل ما قلنا نحن الدوران داخل القدمين، الحقيقه الدوران داخل القدمين عم نشوف نحن شيء بيلبس البوط عكس بعضه وشي بيحط له، لا هذا الحكي مو مزبوط. نحن بنعمل دراسه، بنعمل صور للحوض، بنعمل صور لعنق الفخذ، للركبتين، للقدمين، بنشوف نحن هل المشكلة فوق بعنق الفخذ؟ إذا بعنق الفخذ مستحيل يصلح. هذا بده تمارين وبده ممكن يحتاج جراحة أحيانا، بيكون في تشوه شديد. حياة الطفل ماشي عم يتفركش عم يوقع بالأرض. خاصة عند الصبايا، يعني بصير منظر مشوه. ممكن هذا العلاج. ما نضطر نوصل للجراحة. الأحذية الطبية اللي عم يستعملوها في أحذية في أمور ثانية طبية بتفيد. في أجهزة نحن بنستعملها مثلا جهاز دينيس براون. اللي احنا بنستعمله للطفل هذا ممكن يستعمل ليلي ونتائجه كتير جيدة عند الأطفال. فيجب علينا أنه نحن ما رحنا، يعني رحنا مباشرة أخذنا الطفل رحنا عند الأحذية الطبية، خدي هذا الحذاء مشي للطفل بيعمله، يعني نعطيه حذاء. بكتير من الأحيان نحن بنلغي الحذاء. الحذاء الطبي عند الطفل ممكن يخلق حالة نفسية، مشكلة نفسية عند الطفل. يعني كثير من الاحيان بيكون عندك انت بعض الاحذيه الطبيه مشوهه. تقوس الساقين وفحج الركبتين. التقوس الساقين هو عباره عن رختك اسمه نقص الفيتامين د. نحن بنسميه بالعربي كساح الرختك. هلا 90% من الاطفال بيصلحوا لحالهم بدون دواء. الطفل نحن بنكشف هالامور هي وتبلش يطلع اسنانه، وما مندير بالنا عليه، ما منغذيه بالحليب، ما منحطه بالشمس. حقيقة الطفل بيعتاز إلى فيتامين دال. فيتامين دال هو موجود بجسم الإنسان، محطوط صحيح، موجود هو بالأدمة تحت الجلد. عن تعرضه لأشعة الشمس مباشرة بتحرر فيتامين دال وبيخرج، بيساعد على امتصاص الكالسيوم من الأمعاء وبيساعد على تركيز الكلس بالعظم. العلاج الكساح عند الأطفال والتقوس بياخد سنوات، يعني بياخد 2 3. ما نفكر انه احنا عطينا رحنا لعند الدكتور اخذنا حبه او اخذنا نقود او اخذنا ابره شرب صلح بعد شهر، لا هذا بده متابعه كل سنه مره لمده 4 أو 5 سنوات والنتائج فوق ال 95%. الا اذا كان عندي تشوه بعض الامراض، امراض بلونت والامراض الثانيه هي اللي بتسبب لي هالتشوهات، إصابة بالغضاريف تبع النمو تبع مفصل ركبي، هذا الحقيقة تخضع لجراحات. هلأ تشوهات اللي بتستمر واللي بتعند ممكن أنه نحن نجري لها جراحة بس في أعمار متقدمة. نحن ممكن نجري جراحة بعمر 12 سنة مهنية بإغلاق المشاشات بالركبتين من الناحية الأنسية أو من الناحية الوحشية. التشوهات اللي نحن عم نشوفها الحقيقة هي يجب علاجها، لانه هذا مستقبلا اذا الطفل كان عنده هالكساح التقوس بالساقين او الفحاج هذا بيأثر بيسبب على الركبتين بالمستقبل، بيسبب بنسميها يعني اهراء من اهتراء باكر للركبتين، خلينا نسميها هيك.
يعني من الناحيه الانسيه او من الناحيه الانسيه او الوحشيه لمفصل الركبه. العلاج سهل وبسيط، بس هي المتابعه والتشخيص من عند الطبيب والعلاج. غالبيه العلاج دوائي، الاجهزه ممكن تدعم لكن مو الاساسي هي الاجهزه او حتى العمليات. عمليات جراحيه نحن بنجريها هي الحقيقه بتكون عند التعنيد، بيكون عند عندي انا العلاج ما تحسن، بيتابعه الطبيب كل سنه، بيشوفه مره على الاقل كل سنه مره، وبياخذ قياسات تباعد الركبتين وتباعد القدمين والطول عند الاطراف، ساعتها بقرر اذا كان في عندي انا ممكن اتداخل جراحيا او ممكن انا استمر علاج دوائي. طيب دكتور، خلينا نحكي عن ابرز يمكن التشوهات هي اللي بتصير مع حديثين الولاده بسبب الولاده، يعني نحن بنعرف انه ممكن يصير مثلا خلع ورك ولاده، يصير عنده مشاكل بالقدمين بسبب يمكن وضعيه الجنين او ولاده متعسره. شكرا لسؤالك. الحقيقه هذا كثير مهم. خلع الورك الولادي هو خلع الورك موجود في رحم الام. مو نحن والله سحبنا الطفل صار عنده خلع، لا. تشوه الخلع الورك الولادي هو موجود والطفل موجود برحم امه. هلا اذا كان في عندنا نحن يعني بعض الاجهزه اللي بتحسن تلقط الحوض اثناء الرحم، اثناء الطفل برحم امه ممكن يلقط انه عندي مشكله بالحوض. وهذا الشيء عم يكتشفوا، حتى عم يكتشفوا انه في تشوه بالقدمين، عم يكتشفوا انه عنده قيلة سحائية، عم يكتشفوا كثير في الايكو المتقدم. اثناء الولادة نحن بس عندنا مشكلة بحدة بتصير الحقيقة، هي انه نحن ممكن يكون عندي نقص اكسجي دماغية. هاي مشكلة كبيرة الحقيقة، بيكون لافف الحبل السري على الرقبة، ويجب ساعتها خلالا المفروض انه ينعمل، اذا كان عندي ولادة عسرة ينعمل قيصرية. هلا بعض الاحيان بيكون في ولاده عسره يضطر انه يشدوا الطفل من ايده. هل هاي الاذيه اللي بتسبب لي مشكله طول عمر الطفل. اسمها شلل قرب. الشلل هذا بسبب انه اصابه بالضفيره العضديه. مقدار هالشلل الاصابه بالضفيره العضديه بتخلق عاهه دائمه عند الطفل. ممكن انه تؤدي حسب نوع الاذيه، حسب نوع الاذيه بالعمود الرقبي، لانه هو انقلاع بالجذور العصبيه من العمود الفقري. سببه هو انه نحن بيمسك الطفل وبشده اثناء الولاده. بيكون في عندي انا ولاده عسره، بشد الطفل فبيسبب لي هالمشكله هي. التشوهات عند الاطفال اثناء الولاده هذا ما في. اما بيخلق الطفل مع هذا الموضوع او بصير عندي انا بعدين مشاكل اخرى تصار عند السير. طفل ماشي قاعد عمره سنه سنه ونص، الاهل عايشين معه بشكل جيد، ما عنده مشكله. بيكتشفوا هالشيء هذا وقت بلش الطفل يمشي. صحيح. وممكن هذا الشيء نحن نعالجه بشكل جيد وياخذ نتائج كثير جيده. اكيد. يعني دكتور، بما انك حكيت عن العلاج قبل ما نختم لانه وقتنا قليل، بعض اللي خليني اقول اللي استعرضتهم، النماذج اللي استعرضتها، هل في علاج إلى دوائي او علاج حركي فيزيائي ام هو فقط علاج جراحي؟ لا، نحن قلنا بنتدخل جراحيا وقت اللي بيعند. كل العلاج هو عباره عن علاج دوائي وعلاج فيزيائي وعلاج احذيه واجهزه. كل العلاج بنوصل نحن للجراحه. شو هي المراحل اللي ممكن نوصل إلى للجراحه؟ وقت اللي بيعند، احنا في عندي مثلا انا قدم قفداء روحاء عم عملها، انا حطيتها بالجبسين عندت، بتكون شديده جدا. هلا غالبيا نحن في عندنا يعني في طرق جديده بالعلاج، الحقيقه ما عم تعند، اسمها طريقه بونسيتي، هي بالجبسين مستمر لمده اسبوع. اذا اضطرينا نحن لقينا وصل الطفل لعمر 6 شهور او 8 شهور عند، ساعتها بنتداخل جراحيا. واحد. اثنين، الركبتين اذا وصلنا لسن 12 سنه ولقينا نحن ما صلح الطفل، ساعتها ممكن نتداخل جراحيا، لانه بعد ما نتداخل جراحيا بعمليه بسيطه. صحيح. ما نضطر الى قص عظم، لانه بعض منا نحن اذا ما تحسن ساعتها بدنا نستنى لبعد سن 18 سنه لنعمل خزع عظم. اثنين. ثلاثه، بعض التشوهات بالقدم. في عندي انا بعض التشوهات، مثلا الطفل بيمشي على رؤوس اصابيعه، او الطفل بيمشي مع تقريب مقدمه تقريب الوركين، بيمشي على رؤوس اصابيعه او بيمشي هو عاطف ركبه. المفروض نحن نصلح نتداخل جراحين حتى ما يتاثر المفصل. بيمشي على رؤوس اصابيعه بنعمل له تطويل وتر اشيل، بنعمل له خزع محافظ، بنحط له جبسين، بيمشي بشكل جيد، لانه اذا تركناه هذا يصلح لحاله
وعند ساعتها بده يتشوه المفصل، ساعتها بيكون تداخل على الاوتار وعلى العظم. صح. اكيد. بالختام بدنا نشكرك دكتور على وجودك معنا وعلى كل المعلومات والنصائح اللي حكينا عنها. شكرا كثير لك. شكرا لحضرتك. شكرا لك دكتور لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. شكرا.